وللتعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من اسطنبول الخبير العسكري السوري اللواء محمود علي. اهلا ومرحبا بك سياده اللواء. بدايه، هل كان القصف على مطار تيفور لاستهداف قوات النظام ام كان له اهداف اخرى بعد الانباء الوارده عن مقتل عناصر من ميليشيات ايرانيه؟ اخي الكريم، تحيه لك ولكل الساده المتابعين. حياك الله سيدي. بالنسبه للقصف الذي حدث في ال 24 ساعه الماضيه، لم تتبناه بشكل رسمي اي جهه على الاطلاق، ولكن يعتقد من خلال ما سبق في الاشهر السابقه ان الضربه كانت من قبل اسرائيل. نعم. وهذه الضربه موجهه ليست لقوات النظام، لان مطار التيفور العسكري يحوي قاعده عسكريه ايرانيه من اكبر القواعد المتواجده في الاراضي السوريه، وهنالك قوات ايرانيه وميليشيا حزب اللات اللبناني متواجده في محيط المطار. نعم. ويعتقد ان القصف اسرائيلي، رغم ان اسرائيل لم تتبنى ذلك، ولكن يعتقد ان القصف اسرائيلي، وكان نتيجه ذلك قتل عدد من الايرانيين اضافه الى جنود من حزب الله اللبناني. نعم. طيب، يعني هذا المطار، مطار التيفور، استهدف اكثر من مره، كان اخرها ما حصل في ابريل الماضي، لكن والهجوم ذلك قتل فيه 14 عنصرا ايرانيا. ما الرسائل التي يراد ايصالها من قبل الكيان الصهيوني عن طريق هذه الاستهدافات؟ اخي الكريم، صحيح ان المطار استهدف عده مرات، يعني كان في نيسان وشباط، وهذه الضربه الاخرى في عام 2018. نعم. ولكن الرسائل الاسرائيليه واضحه. المطار من حيث المبدأ، حتى عندما تم قصفه من قبل الطائرات الإسرائيلية، لم يخرج عن الخطة على الإطلاق، وإنما كان على الأعم الأغلب أن القوات الإيرانية والميليشيات التابعة لها متمركزة في محيط المطار وليست في داخله، وتم استهدافه أكثر من مرة من قبل الإسرائيليين، وهذا يعني أن الإسرائيليين يرسلون رسائل إلى النظام وإلى إيران والميليشيات المتحالفة معها، وخاصة حزب اللات اللبناني، أننا سنستهدفكم في أي دقيقة وفي أي مكان وفي أي زمان. هذا يعني أن الإسرائيليين متابعين للقوات الإيرانية وتموضعها على الأراضي السورية، إن كان في المطارات أو خارجها، وسيتم قصف أي موقع يشتبه فيه الإيرانيين أو يشتبه الإسرائيليون أن الإيرانيين يعدون لعمل ما، وخاصة أن قاعدة التيفور هي قاعدة رئيسية لإطلاق الطائرات المسيرة بدون طيار من قبل الإيرانيين. طيب سيادة اللواء، لماذا إيران لم يكن لها أي رد على هذه الاستهدافات وهي تستهدف قاعدة متقدمة لها؟ يعني بالنسبة للإيرانيين، نحن تعودنا تماماً أن الإيرانيين هم أصحاب تصريحات إعلامية نارية فارغة لن ينتج عنها أي رد فعل حقيقي على مستوى الواقع، إن كان في على مستوى الأراضي السورية، أو حتى في بالنسبة لموضوع العراق، أو حتى في الأراضي اللبنانية. هذا حال الإيرانيين، تعودنا عليه، وأصبح الكل يعرف أن التصريحات الإيرانية لا تتعدى التصريح الإعلامي، وهي تصريحات نارية موجهة إلى حلفائها وإلى الداخل الإيراني. أما نعم، من حيث الفعل الحقيقي، فالإيرانيون غير قادرين على خوض معركة حقيقية مع الإسرائيليين، هذا من حيث المبدأ، وإن كنت أعتقد أنهم حتى معركة على مستوى صغير يرسلون فيها رسائل معينة لا يستطيعون، وخاصة في هذه المرحلة بعد التدهور الوضع الاقتصادي والمظاهرات التي تجهد الساحة الإيرانية وانهيار الاقتصاد الإيراني والدمان الإيراني. من اسطنبول الخبير العسكري السوري اللواء محمود علي، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.